الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الأستاذ حسين الزيدي الصحفي الرياضي العراقي. مبروك أستاذ حسين. مبروك عليكم وإخواننا وأشقائنا في جمهورية مصر العربية، ومبروك لكل العرب والشعب العراقي والخليجي وكل من شاهد وتابع نجاح العراقيين في بروف الاحتفال، فهي أول يعني اختبار حقيقي للعراقيين منذ أن فارق البطولات لأكثر من 4 عقود. صحيح. اليوم يعني شاهدتم بأم عينكم، وأنت قلت في مقدمتك بأنها أثلجت الصدور، وأنا أقول أيضا بأن اقشعرت الأبدان لما حصل اليوم من نجاح كبير عراقي خالص جسد التراث العراقي، وتناول الحديث عن أصالة الحضارة في العراق منذ العصر الحجري، وجسد أبرز آثار ومعالم التاريخية للعراق واللحمة بين الأخوة والأشقاء. وربما يعني بعد الاشتياق الكبير لهذه البطولات عدنا والعود أحمد إن شاء الله، والكل شاهد وشهد بنجاح العراق، وراح أبعد من ذلك بأن بالأمس كنت على اتصال معكم وقلت بأن هناك مقارنة بين الدوحة والبصرة، بين قطر نعم والعراق. نعم. نقول اليوم بأن الرأي ربما راح أبعد من ذلك، يؤكد بأن افتتاح خليجي 25 في البصرة قد فاق ربما نوعا ما افتتاح كأس العالم. أريد أن أقول لك أستاذ حسين، والله أنه بالأمس يعني خرجت مني بحماس دعوة العراق لكي تشارك أشقائها في ملف مشترك لتنظيم كأس العالم. بعدما شاهدت هذا الافتتاح المذهل والله ازدادت قناعتي بأن العراق سيضيف قوة إلى قوة ملفات الأشقاء العرب. والله يا أستاذ حسين كنت وعدتك بالأمس زميلي العزيز بأن هناك يعني افتتاح مبهر ورائع وسيمتع كل الجماهير العربية والمتابعة لكرة القدم، والجماهير الحاضرة شهدت عرس كروي رائع. أنت لو كنت معنا في العراق تشاهد بأن كيف تكتظ الشوارع في البصرة وكل المدن العراقية، والكل يتسمر أمام شاشات التلفاز ومتابعة رغم برودة الجو، هناك شاشات عملاقة تجمر أمامها العديد من يعني مئات بل آلاف المشاهدين المتابعين. حضرتك تتحدث عن الأهل في العراق، دعني أحدثك عن إخوانكم في مصر نفس الشيء. نعم يعني شاركونا الفرحة، أكيد الشعب المصري يعني هناك تقارب كبير، وربما الكثير من المصريين عاشوا معنا في فترة الثمانينات ويعرفون حب وطيبة الشعب العراقي وكرمه. صحيح. وأصالته والحب للبلدين ما بين الاثنين. صحيح. الحمد لله والشكر بالأمس يعني أكدنا بأن قطر كسرت الطوق وفتحت الأبواب واسعة أمام العرب للتنظيم بعد نجاح المبهر، وإن شاء الله الخطوة القادمة لمصر والعراق وكل الدول العربية نتأمل بأن تشارك في المحافل الدولية والعالمية. صحيح. صحيح. الآسيوية أو الأفريقية. ويعني تخطينا مراحل بهذا الجانب، وبالتأكيد اليوم يعني شاهدنا النجاح الكبير الذي شهد به الجميع بأن العراق قادر، ويعني كنس ركام المرارة والحزن والألم وتخطى الجراح وتجاوز بتحديات كبيرة كل المحن، وهو اليوم أرسل رسالة طيبة وجميلة وممتعة بأنه شعب يعني يستحق الحب والاحترام والسلام. أتفق معك 100% أستاذ حسين. سؤالي الأخير، ربما تكون نتيجة المباراة الافتتاحية قد ألقت بعض الماء الفاتر على فرحة العراقيين أم ماذا؟ والله حقيقة رغم يعني تشوقنا لنتيجة المنتخب العراقي، لكن نجاحنا الباهر بالافتتاح يعني أنسان المستوى الفني والمتابعة، والكل كان مقتنع يعني بالنتيجة لو مهما كانت يعني. صحيح. مع تقديرنا واحترامنا للمنتخب العماني، لكن العراق شهد التفوق وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لكن كرة القدم يعني هذا حال كرة طبعًا القدم طبعًا. وفريق لما ما زال في طور الاختبار والتدريب والمدرب، يعني الإسباني كاسس حديث العهد بالنسبة للكرة العراقية كتجربة مع مدرب إسباني، وأيضا يعني الاختبارات ما زالت في بدايتها، وهو أكد بالمؤتمر الصحفي ربما يحاول أن يرفع الضغط عن اللاعبين بعد أن شاهدت الضغط الجماهيري، قال بأن مهمتنا الصعود إلى كأس العالم 26 وليس
يعني الحصد لقب كأس الخليج، ولكن عيننا ترنو على اللقب، وإن شاء الله مباراة الافتتاح دائما تأخذ طابع الصعوبة، ومع عمان تحديدا لدينا عقدة حتى في بطولات الخليج وافتتاحها، لكن نتأمل بأن يكون اللقب عراقي إن شاء الله. يا أستاذ حسين، أيا كان الفائز باللقب فقد فاز العراق في الحقيقة بلقب يعني ربما يكون أهم من حمل كأس البطولة، وهو استعادة ذاكرة تنظيم هذه المحافل الإقليمية والدولية، عودة العراق مجددا لقب ما بعده لقب. شاكر جدا الأستاذ حسين الزايدي الصحفي الرياضي العراقي.